بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن أضرار ومخاطر الحاسبات المحمولة أو أجهزة اللابتوب على صحة الإنسان، سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، كما نقدم لكم نصائح لاستخدام آمن لهذه الأجهزة. والآن سأترككم مع قراءة هذا الموضوع، وأرجو من حضراتكم نشره بمشاركة هذا المقطع في كل مكان حتى تعم الفائدة.